صحيه تحقق النجاح ده ويبقى في موسم تاني منها لما طيارات الملكي اصلا اول مره. بس انا طول الوقت كنت عارفه ان احنا هنرجع، يعني كان عندي يقين ان اكيد هنرجع. اكيد لازم نرجع لان المسرحيه بجد حلوه والناس بجد كانت مبسوطه بيها، وكنا بنشوف ردود الافعال والناس لما بتيجي وبتحضر وبتبعت لنا كلنا بلا استثناء. فكان في حماس كده. انا كنت عارفه ان المسرحيه اكيد هترجع في وقت ما، يعني ما كنتش عارفه الوقت المحدد، بس انا كنت عارفه ان هي هترجع. دي اول مسرحيه ليا، فانا دلوقتي بقارن باول يوم طلعت فيه على المسرح. اول يوم انا فاكره طلعت فيه على المسرح كنت حاسه انها هيغمى عليا، يعني كنت حاسه انه انا ليه بعمل كده في نفسي، انا ليه وافقت. كل ده كان بيدور في دماغي وانا طالعه ولسه هبتدي الكلام، فكل الحاجات دي كانت مسيطره على دماغي. دلوقتي انا ببقى واقفه في الكالوس ببقى يلا عايزه اطلع، متحمسه اطلع واغني وارقص واعمل المشهد. فده اختلف لان كل الحاجات اللي انا كنت خايفه منها حصلت، وقعت واتلخبطت ونسيت وكل ده حصل، فخلاص بقى خدت مناعه. ايوه خلاص، يعني غير ان انا خدت مناعه، غير ان انا بقيت مستمتعه وبقيت يعني لان احنا عملناها كتير، فخلاص بقيت مستريحه قوي في دور ياسمين ومستريحه في الكلام ومستريحه في خطواتي وكده. حاسه ان انا الخطوات ما بقتش مقلقه منها. في الاول كان بيقول لي انت في البروفات زمان كنت مقلقه، قلت له اكيد مقلقه يعني دي اول مره. فدلوقتي خلاص حاسه ان انا يعني سيطرت على نفسي. شايفك اكتر لفكره ان يبقى في فيلم استعراضي، يبقى في فوازير مثلا؟ قوي قوي، مش قادره اقول لك ازاي. يعني انا بجد مثلا لو كنت قلت لي ايه من سنتين هتعملي مسرحيه كنت هقعد اضحك، يعني مسرحيه ايه اللي انا اعملها دي وكمان اغني وارقص ليه؟ بس دلوقتي لا، يعني متحمسه ان انا اعمل حاجات اكتر كده، يعني مسرحيات تانية، اعمل فيلم فعلا غنائي استعراضي في رقص، يعني حاجات دي انا في العموم بحبها، فحابه ان انا اشوف منها ان شاء الله ده يحصل باذن الله يا رب. في السينما عندك فيلم جواهرجي صح؟ كلمينا عنه، ايه المختلف؟ هتظهر ازاي في فيلم جواهرجي؟ انا يعني لما بحاول اوصف الشخصيه في فيلم الجواهرجي بقول عليها ان هي لسعه، هي بجد شخصيه كده عايشه في كوكب تاني اصلا، ونزلت الكوكب ده فجاه. يعني دايما متخيلها كده لان هي اللي في قلبها على لسانها، وطول الوقت 50,000 فكرة، وطول الوقت متحمسة وعندها طاقة رهيبة. فهي شخصية بتضحكني قوي، وانا يعني وانا بعمل الشخصية وبمثلها ببقى بجد عايزة اضحك، عايزة اقول لها ايتي كده ايتي بس استني بس ارجعي خطوة لورا. بس هي شخصية لذيذة قوي. يعني اللي جاي ان شاء الله في دراما تلفزيونية في حاجة بتقريها، حاجة بتحضريها؟ في مسلسل تحقيق برضو على هو على منصة، وبيت المعادي برضو على منصة، يعني الاثنين دول يعني خلاص الاثنين تقريبا خلصتهم، يعني لسه فاضل لي حاجات بسيطه قوي وان شاء الله يتعرض قريب. بيت المعادي يعني حاجه اجواء رعب اثاره، يعني حاجه كده جريمه ولا بيت المعادي اثاره على لايت كوميدي على دراما عائليه. فده اللي حلو فيه ان هو لامم كذا حاجه مع بعض، و انا مثلا دوري فيه شخصيه انا عجبني قوي وغرمت بالشخصيه لانها راسيه وبتعرف تتكلمي معاها قوي، وعجبني قوي طريقه تعاملها مع الناس اللي حواليها، والشخصيه كده مش متسرعه خالص، فيعني عايزه اشوف ردود افعال الناس قوي ليها. يعني